حرائق المراعي تعود من جديد إلى الداخل الموريتاني، حيث التهمت النيران مراعية في ولايتي العصابة والحوض الغربي الواقعتين شرقي موريتانيا. فالصور القادمة من هناك تظهر اشتعال النيران في مساحات رعوية بولاية العصابة، وصفها السكان بالضخمة ذاكرين أنها تتمدد بشكل مخيف. ولم يخفي السكان في تصريحات صحفية مخاوفهم من أن تطال الحرائق مناطق رعوية أخرى، داعين السلطات الإقليمية للتدخل من أجل إخمادها. وفي إحدى مناطق ولاية الحوض الغربي التهمت النيران مساحات رعوية وسط مخاوف من تمددها حتى تشمل مناطق رعوية أخرى قريبة من المنطقة. كما اندلع حريق وصف بالهائل في بعض المساحات الرعوية بعاصمة ولاية البراكنة، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة النيران وهي تلتهم مناطق شاسعة من المراعي. وتعقب هذه الحرائق أخرى مماثلة اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق رعوية بالحوضين والبراكنة، حيث تشهد المناطق الرعوية في مثل هذه الفترة حرائق باتت تقلق السكان على مصير الغطاء النباتي والغابوي إثر هطول الأمطار الذي وصف بالكبير وعمت سحب غيثه معظم التراب الموريتاني، حيث يعتمد السكان على غطاء الكلأ والعشب خلال فترة الصيف واشتداد الطلب على العلف. وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت إجراءات استباقية للحد من الحرائق المحتملة، منها إطلاق حملة لشق الطرق الواقية من الحرائق في عدة ولايات بالداخل لمنع امتداد ألسنة اللهب وانتشارها. حرائق تؤكد الحكومة الموريتانية أنها تدمر سنويا 300,000 هكتار وتتلف ما قيمته المالية 750 مليون أوقية جديدة وفق التقديرات الرسمية. المساحات الرعوية المتضررة من الحرائق خلال العام الماضي بلغت 99,494 هكتارا من إجمالي مساحات المراعي الطبيعية حسب الإحصائيات الحكومية.